المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما لها مش نال جيسبر. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكونوا الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي أكيد أكيد دائما لها مش نال. الغوصة ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة ب تبليد الاسنان، فبكيس خميره ديال الحلوى غادي ان شاء الله تحولي الاسنان ديالك من صفراء مقرفه الى بيضاء كالثلج. تبليد الاسنان مع اسقاط الجير، وهذا الشيء كله من اول استخدام غتلاحظوا الفرق او النتيجه قبل وبعد. فنتمنى يا رب ان وصفه اليوم تستفدوا منها وتنال الاعجاب ديالكم، واهم شيء هو انكم الى اعجبتكم فما تنساوش تبارطاجيوها ولا تشاركوها مع الحبيبات والصديقات ديالكم في مواقع التواصل سواء الاجتماعي الشخصي ديالكم ولا في الجروب فيسبوك، ايضا في الواتساب ليستفيد الجميع ان شاء الله. وقبل ما نمشيو نتعرفوا على مكونات الوصفه، طريقه تحضير، الاستخدام والاستعمال كما معودكم دائما كالعاده، فنبغي نرحب بكل من كيزور هذه القناه سواء النساء رجال الناس القدامى والجدد معنا في هذا لاشين. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل. هذه الوصفه هي للجنسين معا، يعني للرجال وللنساء ايضا، حتى الرجال كيعانوا من الاسفرار، كيعانوا من بزاف ديال المشاكل في الفم، ايضا ممكن تكون الريحه الكريهه، ممكن يكونوا يعني بعض المشاكل الاخرى. ان شاء الله غادي نحلو جميع المشاكل ديال الاسنان بواسطه خميره الحلوى. كما كنعرفوا الفعاليه ديالها والمفعول ديالها قوي بزاف، ف كما قلت لكم نبغي نرحب بالجميع. والا كنتي او الا كنتو اول مره كتكتشفوا هذا لاشين، فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، ايضا تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. تخليوا لينا التعليقات، الاقتراحات، الاستفسارات، الاسئله ديالكم يعني في لي كومونتير، وايضا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف او في الديسكريبشن بوكس ولا في لاباغ دافو. بسم الله على بركه الله نمشيو مع بعضنا البعض باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، طريقه ديال التحضير ديالها، الاستخدام والاستعمال ايضا. فاول مكون غنحتاجوا له في هذا لاغوسيت، غادي نحتاجوا الى الخميره ديال الحلوى كمكون رئيسي معنا في هذه الوصفه. انا هنا خديت هاد الخميره هادي يعني هاد النوعيه هادي، ممكن تاخذوا نتوما اي نوعيه وتسمعكم اي نوعيه ناسبتكم، يعني على حسب متوفر عندكم في البيت او لا في المنزل. فكما قلت لكم غنستخدم انا هاد النوعيه بدون ذكر اسامي، هناك انواع كثيره على حسب الدوله اللي متوفرين فيها نتوما وعلى حسب يعني بزاف ديال الاشياء. بالنسبه لتاني مكون غنحتاجوا الملح. بالنسبه لهذا الملح هو ملح الطعام، لانه بزاف السيدات غيسولوني في خانه التعليقات واش هو ملح الطعام او ملح البحر الميت او اي ملح النوعيه ديالو، فهذا غير ملح الطعام العادي اللي كنعملوه في كل الشيوات والاكلات ديالنا. بالنسبه لثالث مكون معنا في هذه الوصفه هو عصير حامضه، ممكن تاخذوا غير عصير ربع حامضه ولا نص حامضه فهو غيكفي، انا هنا خديت عصير حامضه. وبالنسبه لاخر مكون وهو رابع مكون معنا في هذه الوصفه هو معجون الاسنان. اي نوعيه تواتات معكم، اي نوعيه كتنال الاعجاب والرضا ديالكم بالنسبه للاسنان، يعني اي نوعيه كتواتى مع الاسنان ديالكم، الاسنان ديالكم واش حساسين او لا، فاي نوعيه ديال معجون الاسنان كتواتى معكم استخدموها. انا هنا جبت لكم ثلاثه ديال النوعيات او اربعه تقريبا، فاي نوعيه يعني جاتكم مزيانه استخدموها. وهذا راه معروف جدا هذا المعجون، هذا يعني اي نوعيه تواتات معكم او لا كانت حاضره في المنزل ديالكم فاش تبغيو تستخدموا هذه الوصفه فهي اللي تستخدموها. فهادو هما كل العناصر. دابا غادي ندوزو ان شاء الله لطريقه ديال تحضير الوصفه، طريقه ديال الاستخدام والاستعمال ايضا. فانا هنا غادي ناخذ واحد الساشي، بالنسبه لهذا الساشي اللي خديت ففيه 7 غرام. هانتوما ومن بعد غادي ناخذ الملح، ومن
من بعد غادي ناخذ عصير الحامض، يعني ضفت ملعقتين كما لاحظتوا. كنحاولوا دائما نخلطوا مزيان. الا ما كفاتكمش يعني ملعقه واحده، او عفوا ما كفاتكمش ساشي واحد من الخميره، يعني بغيتوا تعملوا عده يعني زوج ديال لي ساشي، بتعملوا مثلا 14 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، فاكيد ممكن فقط تستخدموا جوج ديال لي ساشي. انا هنا استخدمت غير ساشي واحد، الا كنتو غير فرد واحد او شخص واحد فما تحتاجوش جوج ديال لي ساشي ديال الخميره ديال الحلوى، فقط تكتفيوا غير بواحد. فبعد ما خلطنا الوصفه الان غادي نضيفوا معجون ديال الاسنان. فبسم الله على بركه الله. كما لاحظتوا عملت ملعقه تقريبا كبيره، ها انتما الكميه اللي وضعت انا، وغادي نخلط الكل. ومن الاحسن ان الوصفه تكون عقده، ما تكونش سائله نهائيا. انا كنفضل الوصفه عقده على انها تكون سائله بهذا الشكل هذا، يعني كتصبح وصفه رائعه جدا جدا، وكل من جربتها غادي يدعي لي، لانه الفوائد ديالها والمزايا ديالها لا تعد ولا تحصى بالنسبه للاسنان. فهي كتزول الجير، كتزول الاسفرار، كتزول الرائحه الكريهه اللي كتكون في الفم، يعني عندها عده استخدامات وعده استعمالات ايضا. فبعد ما كتصبح الوصفه بهذا القوام هذا الرائع وبهذا الرائحه الزكيه ديال معجون الاسنان، يعني بهذا القوام هذا، ها نتوما قوام اللي هو عاقد، حاولوا تضيفوا كميه ديال ملعقه كبيره او ملعقه ونصف باش هكذا الوصفه تعقد، يعني ما تصبحش سائله. حاولوا تخلطوا مزيان جميع المكونات مع بعضهم البعض بهذه الطريقه. وبعد ما كتصبح بهذا الشكل فما عليكم الا تطبقوها. غتاخذوا فرشاه ديال الاسنان، و يعني فرشاه اللي كتحكوا بها غير الاسنان ديالكم للوصفات الطبيعيه، ماشي اللي كتحكوا الفرشاه اللي كتحكوا بها الاسنان ديالكم بشكل يومي، هذه كنخليوها من بعد. اما هذه الوصفه فكنطبقوها بفرشاه الاسنان اللي دائما كنعملوها غير لتطبيق الوصفات الطبيعيه على الاسنان ديالنا. فكنفركوا بها الاسنان ديالنا. الناس اللي غتقول لي شحال ديال المده وحنا نفركوا الاسنان ديالنا، فالوقت كيبقى اختياري، ممكن تفركوا بها الاسنان ديالكم 5 دقائق، 6 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقه، على حسب المشاكل الموجوده في الاسنان، يعني واش فيها مشاكل كثيره، يعني كتعانوا من الجير، كتعانوا من السفيره، كتعانوا من عده مشاكل، او فقط يعني ما عندكمش مشاكل كثيره، عندكم مشاكل غير قليله. فلا عندكم مشاكل قليله غتخليوها مده ديال اقل من 10 ديال الدقائق. وضروري ما تحكوا الاسنان ديالكم مزيان، يعني هاد الوصفات تطبقوها على كل الاسنان ديالكم، ومن بعد كتشللوا الفم ديالكم وكتكتشفوا النتيجه بالانفس ديالكم. وبالنسبه للخطوه الثانيه فكتاخذوا معجون اسنان وفرشاه واحده اخرى اللي كتكون دائما غير لفرك الاسنان ديالنا بشكل يومي، وكنحكوا بها الاسنان ديالنا من بعد ما كنطبقوا هذه الوصفه هذه. واخا هي فيها معجون الاسنان، ضروري ومؤكد من وراء اي وصفه طبيعيه نحكوا الاسنان ديالنا لتاني مره بفرشاه اللي كتكون مغيره تماما على الاولى، لانه يعني الاولى كتكون فقط للوصفات الطبيعيه والثانيه كتكون مخصصه للاستخدام اليومي. وكنحكوا الاسنان ديالنا وبالتالي كنحصلوا على واحد يعني الضحكه اللي زوينه، اسنان اللي هما بويض من اول استخدام، والا كررتوها وضبطوا عليها عده مرات فالنتيجه غتكون سحريه ورهيبه بكل ما في الكلمه من معنى. الناس اللي غتقول لي شحال مره نبقى نداوم عليها، واش
نستخدمها يوميا، اكيد ممكن استخدامها يوميا، خصوصا الى الخميره ديال الحلوى يعني ما سببتش لك حساسيه نهائيا في الاسنان ديالك، او ما عندكش ديجا حساسيه من الخميره الحلوى، فممكن استخدامها بشكل يومي. الناس اللي عندهم حساسيه من الخميره ديال الحلوى فممكن يستخدموا هذه الوصفه 3 ديال المرات في الاسبوع، فهي تكفي حتى 4 ديال المرات، فكونوا متاكدين ان شاء الله النتيجه غتبان منذ اول استخدام. نتمنى انه هذا الفيديو هذا ولا هذه الوصفه هذه تبارطاجوها في مواقع التواصل الاجتماعي كما قلت لكم الشخصيه ديالكم، ولا في ليكو فيسبوك، ايضا في الواتساب مع صديقات اللي كيهمهم الامر، يعني صديقات ديالكم اللي كيعانوا من المشاكل ديال الاصفرار ديال الاسنان، لانه وصفه رائعه والرائحه ديالها منعشه وزوينه. فكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، بسيط خفيف ظريف. نتمنى فقط انكم تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش انفو تجربوا هذه الوصفه، ترجعوا لهذا الفيديو، اكتبوا لينا اسفل هذا الفيديو في التعليق كيف جاتكم الوصفه، واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش، واش النتائج يعني بهروكم وسحروكم او لا لا، وهذا الشيء اللي كاين بخصوص هذا الفيديو هذا. فنبغي نشكركم لحسن تتبعكم لهذا الفيديو وجميع الفيديوهات الموجوده في القناه، ونشكركم على البيج لايك، ونشكركم على الاشتراك اكيد لهذه القناه هذه، وموعدي معكم يتجدد ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله تعالى.